Ich bin in eine Frau verliebt und diese Frau, die Russian Disco قصة فلاديمير أندري وميشا ثلاثة أصدقاء ينتقلون من موسكو ليعيشوا في برلين. قصة الفيلم مأخوذة عن رواية روشن ديسكو للكاتب الروسي الألماني فلاديمير كامينيغ، وهي تستند على قصص واقعية من حياة ثلاثة شبان. الرواية حققت مبيعات ضخمة، لذلك تم إنتاجها كفيلم، وتم افتتاح العرض الأول للفيلم الأسبوع الماضي في برلين باحتفالية على الطريقة الروسية. إن كاتب السيناريو تعامل مع الرواية بلطف كبير. الرواية التي كتبتها هي بسيطة وغير معقدة، ففي القصة نرى بعض المواقف الطريفة والكوميدية، وهناك قصة حب رومانسية أيضا. ماتياس شويغوفر يلعب دور البطولة في الفيلم مع فريدريك موكي وكريستيان فيدريل. إنه لشرف كبير لي أن أقوم بهذا الدور، أن أمثل شخصية فلاديمير كامينيغ. كان حديث الأصدقاء الثلاثة باللغة الألمانية الأصلية، لم يكن من الممكن تقديم حوار الأبطال باللغة الروسية، لأن هذا يعطل عملية إنتاج الفيلم في ألمانيا. لذلك قررنا تقديم فيلم ألماني باللغة الألمانية لنفتح الباب الواسع لانتشار الفيلم أوروبيا. Die Russendisco ist für die Berliner Russen und alle anderen Heimatlosen ein Stück Heimatersatz geworden. Beim Tanz in dem Mai ohne Polizei sang zwei. وكان قد صدر كتاب Russian Disco عام 2000 في مدينة ليون الفرنسية. الجدير بالذكر أنه يبدأ عرض الفيلم في دور السينما الألمانية في 29 من آذار مارس الحالي. Scheiterte bei seinem Versuch, seine Flüge von damals fortzuführen. Super, super, super gut. Ja, normal, super gut. Super, super, super gut. Ja, normal, super gut. Super.